طيب يعني في ظل الحروب القائمة في العالم وخاصة يعني في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، كيف ترى تأثير هذا على العالم بشكل عام فيما يتعلق بأزمة المناخ والتغيرات المناخية، وكيف يعرقل هذا أيضا عمليات دعم عملية الحفاظ على البيئة؟ هذا سؤال جيد يا أميمة، ولازم ندرك أولا بالنسبة لهذه الحرب الروسية على أوكرانيا، من الممكن أن شخص وحيد هو ينهى هذه الحرب اليوم، وهذا الرئيس بوتين. إذن هو شن هذه الحرب وهو لديه الإمكانية لإنهاء هذه الحرب اليوم، ولكن طالما هو يستمر في الحرب، الولايات المتحدة وحلفاؤنا في أوروبا وناتو سنقدم المساعدة اللازمة للأوكرانيين، ولكن من اللازم أن ندرك أن هذه الحرب والتحديات الجيوسياسية الأخرى تتؤثر على التغير المناخ، كما تغير المناخ والتلوث تؤثر على هذه التحديات الأخرى. ورأينا مثلا الفيضانات في باكستان والحرائق في كل إنحاء العالم، وهذه التحديات المناخية ستؤثر على مستقبلنا وممكن ستسبب حروب أخرى. إذن من اللازم أن نتعامل مع كل هذه التحديات في نفس الوقت. نعم. طيب بالنسبة للمبادرات المقدمة بشكل عام لدعم عملية الحفاظ على البيئة وملف التغيرات المناخية، سواء المبادرات المقدمة بشكل عام أو المبادرات المقدمة على هامش COP27، كيف ترى هذه المبادرات وهل تتوقع أن تتحول إلى واقع ملموس وأن تنزل إلى حيز التنفيذ، أم ستظل كونها مبادرات فقط لا غير كما يحدث غالبا؟ مستحيل لنبقى في هذه المرحلة عندما كنا فقط نتكلم، من المستحيل أن نبقى في هذه المرحلة حول التخطيط، لازم نمر للتطبيق والتنفيذ، وهذا ممكن على رأس الأولويات لدينا من الولايات المتحدة هذا الأسبوع لنمر للتنفيذ. والتنفيذ الأهم شيء، لأن رأينا الآن التأثيرات بالنسبة للتأثيرات السلبية من تغير المناخ لن تأتي في المستقبل، لا تأتي الآن من مثلا هذه الفيضانات والحرائق. من اللازم أن نمر إلى التنفيذ، والتنفيذ سيكون عبر هذه المبادرات، مثلا الشحن يساهم في التلوث كبير جدا، لذلك لدينا مبادرة جديدة مع النرويج، لدينا المبادرة حول الزراعة مع الإمارات العربية المتحدة، لدينا مبادرة أخرى. نعم، ومبادرة الزراعة تسوقنا إلى الحديث أيضا عن أزمة الغذاء، يعني أزمة الغذاء الناجمة عن أزمة المناخ أيضا تلقي بظلالها على القارة الأفريقية وعلى دول العالم الثالث. كيف يمكن من خلال COP27 سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول المشاركة في هذه القمة الهامة، كيف يمكن أن تساعد في دعم العالم وخاصة الدول النامية فيما يتعلق بأزمة الغذاء؟ نعم، إذن بالنسبة لأزمة الغذاء أولا لازم ندرك الأسباب، والأسباب مختلفة، ليس فقط تغير المناخ. إذن هناك تأثيرات من تغير المناخ على أمن الغذاء، وأيضا من COVID-19، وأيضا من هذه الحرب الروسية على أوكرانيا والحروب الأخرى. إذن إذا نحن نتعامل مع كل هذه الأسباب، بالنسبة لتغير المناخ من لازم نتعامل مثلا مع الجفاف ومع كل هذه التأثيرات من تغير المناخ والجفاف على الأمن الغذاء. ولذلك الولايات المتحدة لدينا بعض المبادرات، لدينا مبادرة اسمها Feed the Future، التغذية المستقبل، ولدينا مليارات من التمويل من الحكومة الأمريكية للدول الفقيرة في العالم بالنسبة لهذه المبادرة، ونحن نتطلع إلى مناقشة هذا الموضوع الأمن الغذاء مع بلدان أخرى في هذا المؤتمر. نعم، يعني أخيرا هل ترى أن فعلا COP27 سوف تكون نقطة تحول فيما يتعلق بأن يعني يكون هذا العمل الجاد من أجل أزمة المناخ على أرض الواقع؟ نتمنى فعلا تكون نقطة تحول، لأن لازم نتحول من الكلام. نعم، إلى التطبيق. نتمنى هذا. شكرا جزيلا لك السيد سام ويربرغ المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية.